يوسف زماتشي في هذه المباراة صاحبة المجهود الكبير المتألقة صاحبة الرقم 7 زينة، هي وومن اوف زماتشي في هذه المباراة لأنها قدمت مباراة كبيرة جدا، صحيح لم تسجل لكن أدائها المدني والفردي في هذه المباراة كان رائع ورائع جدا في هذه المباراة. مبروك لزينة صاحبة الرقم 7 جائزة طبعا مشاهدينا متابعينا يعني الفير بلاي فيما يخص هذه المباراة، تحصل عليها اللاعبة رقم 17 في فريق ان اي سي اللاعبة فريدة. مليون مبروك لفريدة جائزة الفير بلاي تحصل عليها في هذه المباراة. مليون مبروك وومن اوف ذا ماتش زينة صاحبة الرقم 7، ونقول لها زينة والله زينة المتألقة دائما وابدا. والناحية الثانية الفير بلاي يحصل عليها فريدة او الملكة فريدة. انتظار اللقاء القادم ان شاء الله مشاهدينا متابعينا. بسم الله الرحمن الرحيم، من جديد مشاهدينا اجدد لكم التحيه واحداث اللقاء القادم ما بين فريقي فريق ايجلز طبعا ارميني اسماعيل في مواجهه فريق الغردقه في احداث هذه المباراه. يا ترى يا هل ترى من يتفوق في هذه المباراه ويفوز، اما الفريق الازرق صاحب طبعا التيشيرتات الزرقاء والفريق طبعا صاحب التيشيرتات المقلد طبعا الوان متعدده اصفر في ازرق احمر. انطلاق على طول تاني من جديد والكرة ملعوبة لكن التدخل الدفاعي تبعد الكرة ومعاها على طول كرة لصالح فريق الغردقة عند اللاعبة ميرنا هاني. على التركيز ميرنا هاني أحد اللاعبات المتألقات في هذه البطولة. ميرنا هاني ميرنا هاني على التنفيذ تمرر الكرة لكن في الأخير يبعدها الدفاع وتبعدها حارس المرمى حارسة المرمى ميليسيا. تاني على طول الكرة ملعوبة عند طيب وومن اوف ذا ماتش في اللقاء الأول. انطلاق الطيف عايزة تعدي وتفوت مشيت الكرة لكن على طول تطلع كيرو وتتألق على طول وتبعد الكرة في اللقطة الماضية وتبعد كرة الهدف علشان تروح كرة وفرصة مهمة جدا على فريق الناحية الثانية فريق المرمى. انطلاق على طول تاني توصل الكرة عند صاحبة الرقم 9 مريم مرغني. بتحاول مريم مرغني على طول ولكن يا سلام على المهاره ميرنا هاني على طول توصل الكره عند ضي الانطلاقه هي هدف والتصويبه حلوه. الله 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 على الجول وعلى الهدف الجميل المتالقه على طول تسجل في اللقطه الماضيه هي جول على طول ومعاها احلى واجمل جول. يا سلام على الهدف ويا سلام على التميز. شوف الاحتفال بقى في اللقطه الماضيه، شوف الجول وشوف الهدف بقى. وعلى طول تسجل الهدف بقى مريم اشرف. يا سلام على تألق مريم في اللقطه الماضيه تجيب هدف وتتقدم على طول على فريق الايجلز علشان تكون البدايه بدايه مهمه جدا. تدخل على طول تاني من اللاعبه على طول امنيه عثمان تمرر كرتها من جديد توصل الكره عند مريم. يا سلام على التمريره ميرنا هاني مع الكره والتصيبه حلوه من ميرنا لكنها تمر خارج الملعب الكره الى ركله مرمى لصالح فريق نرمين اسماعيل ايجلز في احداث اللقاء واللي بيلقبه بالصقور او بقى بالنسور عفوا مشاهدينا متابعينا. على طول الكره واحده والثانيه لكن على طول توصل الكره في الاخير عند حارسه المرمى كيرو. تلعب كرتها عند ميرنا هاني انطلاقه على طول لمريم اللي سجلت الهدف الاول في احداث المباراه وتقدمت في مجرياتها. تلعب التمريره على طول مريم ولكن الكره في الاخير توصل على طول الى ركله تماس. ركله تماس توصل عند اللاعبه ضي مع الكره ضي تلعب الكره لكن الدفاع موجود والكره من جديد توصل على طول عند ميرنا حمدي. ميرنا حمدي على طول تعمل باص عند امنيه اونا معاها الكره اونا تمرر على طول لكيرو. كيرو على طول تاني في اتجاه رضوى تامر. يا سلام على التميز تعدي وتفوت رضوى وتعمل التمرير. شوف الضغط الموجود ولكن الكره في الاخير خارج الملعب ومعها على طول ركله تماس لصالح مشاهدينا متابعينا فريق الغردقه. حتى الان متقدمين 1-0 وكره تصل على طول تاني عند اللاعبه ميرنا. انطلاقه على طول تاني بمهاره ضي عايزه تفوت ضي توصل لميرنا تاني من جديد لكن في الاخير تجيبها بقى مرغني وتبعد الكره مريم مرغني. انطلاقه من جديد توصل الكره عند صاحبه الرقم 12 تعدي وتفوت كور. يا سلام على المهاره لكن بقى الكره سهله عند كيرو في اللقطه الجديده. فريق الايجلز كابتن ابراهيم ممتاز لعب النهارده لقاء اول فاز فيه على فريق ان اي سي بهدف متألقة طبعا طيف من هدف جميل سجلته وسجلت به الفوز على حساب فريق ان اي سي. هنا تصويبه تانيه حلوه
سلام عليك يا ضي. حلوة الكرة من ضي محمد، تتألق على طول وتسدد كرة جميلة، لكنها تمر خارج الملعب إلى ضربة مرمى لصالح فريق إيجلز في أحداث اللقاء ولصالح فريق نرمين إسماعيل. انطلاقة على طول تاني واحدة والتانية، لكنها سهلة على طول ومعها ركلة تماس لصالح ضي محمد. ضي محمد على طول تمرر الكرة حلوة في اتجاه مريم أشرف، عايزة تفوت مريم ولكن الدفاع موجود، توصل الكرة تاني عند نور. التمريرة حلوة على طول لكن مهارة بميرنا على طول معاها الكرة، نسيبها لحارسة المرمى كيرو في اللقطة الماضية. يقول لها على طول كابتن أحمد الحداد، لعب الكرة من وضع الثبات من خلال لمس الكرة للأرض وعدم تنفيذها باليد. لعب على طول الكرة طويلة وعالية. على طول يا مريم، على طول يا مريم، على طول يا مريم. المساعد الأول هو محمد شيبة، المساعد الثاني هذه الكرة. لعب على طول الكرة وضربة ركنية لصالح فريق إلى سي، توصل الكرة من جديد لك، الكرة في الأخير خارج الملعب. لاعبة فريق ام اي سي جودي عبد الشافي. جودي عبد الشافي من فضلك التقاط الصور التذكاريه مع مصور البطوله صاحبه الرقم 12، تتوجه من اجل التقاط الصور التذكاريه في احداث هذه البطوله. كره على طول لصالح فريق الغردقه ولصالح اكاديميه فيفا سوكر اكاديمي في احداث هذه البطوله. ضربه ركنيه على طول تلعبها امينه عثمان، خطره جدا الكره، الهدف الثاني. يا سلام عليك يا ميرنا، ميرنا هاني على طول تسجل الهدف الثاني، ميرنا هاني تجيب الثاني وتخلي النتيجه 2-0 في احداث اللقاء علشان تصعب الامور على فريق نرمين اسماعيل. ايجلز النهارده في ملعب اللقاء تم ترويض النصور يا ساده بهدف ثاني عن طريق المتالقه ميرنا هاني اللي بتظهر في الكادر وتسجل هدف، واحده من نجمات هذه البطوله ميرنا هاني وابرز اللاعبات. عزاري على طول حارسه المرمى كيرو كرمينا، لكن الكره في الاخير تصل ركله التماس على طول، توصل الكره عند سلمى، سلمى على طول تلعب كرتها لكنها مقطوعه، تصيب على طول من ميرنا والهدف، الهدف على طول مشاهدينا ميرنا هاني لتصبح النتيجه 3-0. هارد لك يا ميليسيا، قوم يا ميليسيا كملي، انت حارسه مرمى مميزه، هارد لك. بتحصل مع الحراس وبتحصل مع احسن الحارسات، عادي جدا بتحصل في اي بطوله. هارد لك ميليسيا الحارسه المتالقه، تظل حارسه مرمى مميزه. هارد لك ميليسيا، حاولت على الكوره لكنها تعدي منها، وارد جدا الاخطاء، لكن تبقى ميليسيا حارسه مرمى مميزه. كل التحيه لهذه الحارسه، حارسه مرمى فريق طبعا نرمين اسماعيل، الحارسه ميليسيا المتميزه والمتالقه. انطلاق على طول ثاني واحده والثانيه، لكن الكره في الاخير خارج الملعب ومعها ركله تماس. سلمى 3-0 مشاهدينا لصالح الغردقه، سجل الثلاث اهداف، الهدف الاول مريم اشرف والهدفين الثاني والثالث تكفلت بهم اللاعبه ميرنا هاني. لعب على طول تاني كره من جد، توصل في اتجاه على طول ضي محمد، عندها الاستلامه، لعيبه مجتهده جدا بتؤدي بكل امانه باداء مميز جدا، لكن الكره في الاخير خارج الملعب ومعها ركله تماس. ركله تماس مشاهدينا متابعينا في كل مكان، والتقدم حتى الان لصالح فريق الغردقه فيفا سوكر اكاديمي على حساب فريق طبعا ايجلز نرمين اسماعيل بنتيجه 3-0. سجل الثلاث اهداف اللاعبه مريم اشرف، وسجل الهدفين الثاني والثالث ميرنا هاني، واحده من نجمات هذه المباراه بل نجمات البطوله. انطلاق على طول ثاني من جديد، توصل الكوره، ضغط على طول ومحاوله، وعلى طول في الاخير الكوره انطلاقه العرضيه، لكن الكوره في الاخير خارج الملعب.
جودي عبد الشافي، جمهور ماك الناحية التانية، جودي عبد الشافي من فضلكم تيجي علشان تاخد الصور التذكارية الخاصة بأفضل اللاعبات في دور المجموعة. تعب على طول الكورة ولكن التماس تمرر الكورة لكنها توصل في الأخير عند المدافعة المتعلقة رضوى ثابت. انطلاقة على طول تاني في اتجاه ميرنا، ميرنا مع الكورة مميزة جدا، ميرنا هاني لاعبة متعلقة في أحداث هذه البطولة، تمرر الكورة تاني من جديد، توصل على طول بالتصويبة لكنها في الأخير خارج الملعب. نزلت على طول جنى مبارك في أحداث اللقاء، ما شاء الله صاحبة السن الصغير واللي إن شاء الله نشوف كده مستواها مميز بإذن الله. جنى طارق، جنى مبارك ولا نزلت في أحداث اللقاء، جنى مبارك بدلا من أونا أمينة إسماعيل أو أمينة عثمان. كرة على طول في الأخير لصالح فريق الغرداء، محاولة ثانية من جديد لكن الكرة سهلة عند فريق الإيجلز على طول عند جينا. جينا تترك الكرة عند حارسة المرمى مينيسيا، مينيسيا على طول ثانية من جديد، ضغط من ضي محمد، محاولة على طول من جودي. شوف اللقطة الجميلة تجمع ما بين أصغر لاعبتين في الملعب في ركعة 18 جودي وأيضا اللاعبة اللي نزلت في أحداث مبارك والاثنين ما شاء الله اصغر لاعبتين في ملعب اللفه. انطلاق على طول تاني من جديد، واحده والثانيه على طول لكن انت خلصتها في الاخير. انطلاق على طول عند رضوى تامر، اضافه مميزه جدا لهذا الفريق وجود هذه المدافعه رضوى تامر. انطلاق على سلام على المهاره عدت سلمى لكن تجيبها رضوى تامر. غياب النهارده مؤثر ومؤثر جدا على صفوف الصفوف طبعا فريق غربيل اسماعيل ايجلز بغياب المهاجمه المميزه هايدي صاحبه الرقم 99 واللي بنقول لها مليون سلامه هايدي، كانت اصيبت في اللقاء الماضي باذن الله تكون سلامات وتكون موجوده مع فريقها في قادم المواعيد وقادم المناسبات. الف مليون سلامه على هايدي لاعبه طبعا فريق غربيل اسماعيل ايجلز اللي بيلعبوا النهارده في هذه المباراه واللي بيغيب عنهم طبعا او حضرت في احداث اللقاء ده. والله نزلت في احداث اللقاء وكانها بتقول لك لا وجود الاصابات مع فريقي لازم العب واكمل في كل الكرات وكل الاشتراكات موجوده مع فريقي في كل المباريات القادمه. وتواجد طبعا مهم جدا، تاني كره على طول عند جنى مبارك. يا سلام على المهاره، يا سلام على المهاره على جنى مبارك. ايه المهاره دي؟ ايه التصوير؟ ميليسيا، ميليسيا تتصدق تشعر وكأن كابتن احمد اسماعيل كان متاخر كده. جنى مبارك علشان يقدم لها في البطوله لاعبه مميزه جدا، لابسه رقم سبعه والرقم سبعه ده رقم مميز، رقم كريستيانو رونالدو نجم فريق سبورتنج لشبونه ونجم طبعا فريق مانشستر يونايتد والنصر السعودي الحالي وريال مدريد اللاعب المتالق واليوفي هناك ايضا في ايطاليا مواليد 2012، لاعبه رقم سبعه اللي نزل في احداث اللقاء مع فريق هرجاده في الغردقه. هنا على طول الكوره والاجواء متعه ما بعدها متعه، والاجمل كمان المسانده الجماهيريه والتواجد طبعا بالنسبه للاعبات الاصغر سنا اللي بيضيفوا نوع من انواع الجمال في ملعب اللقاء لان بيكون عندهم الحماس الكبير. انطلاق على طول ميرنا هاني، لسه الكوره على طول بتمريره مريم اشرف، هل العرضيه تكون موجوده؟ مريم على طول بتسديده ولكن معها مشاهدينا متابعينا في كل مكان ثلاثية نظيفة لصالح فريق الغردقة في أحداث هذه المباراة على حساب فريق إيجلز. ثلاث أهداف سجل الهدف الأول على طول مريم أشرف وسجل الهدف الثاني والهدف الثالث المتألقة ميرنا. مشاهدينا متابعينا تزاوب بعيدا، ثواني محدودة ونعود إليكم في أحداث الشهور حتى مرة ثانية مشاهدينا متابعينا اجدد بكم
تحية معلومكم الرياضي محمود ودار وأحداث الشوط الثاني من هذه المباراة اللي بتجمع ما بين فريقي الغردقة فيفا سوكر أكاديمي في مواجهة فريق إيجلز نرمين إسماعيل. وحتى الآن التقدم وانتهى الشوط الأول بنتيجة 3-0 لصالح فريق طبعا الغردقة. سجل الأهداف مريم أشرف هدف أول وسجل الهدف الثاني والثالث نفس اللاعبة المتألقة ميرنا هاني سجلت هدفين في هذه المباراة. ونزل في أحداث اللقاء اثنين لاعبة صغار السن جودي صاحبة الرقم 17 فريق إيجلز وأيضا الناحية الثانية جانا مبارك نزلت في أحد اللقاء. نزل أيضا في أحداث اللقاء اللاعبة ملك حمدي علشان كده يكون عندنا ثلاث لاعبات كيدز في ملعب اللقاء صغار السن بقى اللي ان شاء الله يقدموا لنا تميز في هذه المباراه ويقدموا لنا متعه كبيره واللي ان شاء الله بنتمنى لهم كل التمنيات بالتوفيق في مستقبلهم القريب باذن الله سواء تعليميا او سواء بقى كرويا ان شاء الله. انطلاقه على طول ثاني واحده وثاني فرصه للكره عند جانا لعيبه مميزه جدا ولعيبه لها مستقبل كبير. انتظروا هذا الاسم وتذكروا هذا الاسم جيدا المتالقه جانا مبارك. انطلاقه على طول ثاني واحده والثانيه توصل على طول ثاني كره لكن في الاخير خارج الملعب الى ركل التماس ركل التماس لصالح فريق الغردقة في احداث اللقاء. توصل الكرة عند جنى مبارك بتحول جنى على كرتها ولكن الكرة في الاخير تجيبها جنى لسه الكرة عند جنى المهارة كلها وتحية من الجمهور بقى الحاضر في ملعب اللقاء واللي بيتابع هذه المباراة. انطلاقة على طول تاني ومعها الكرة ركل التماس تنفذ الكرة طويلة توصل عند جانا ما شاء الله انطلاقة عند جانا شوف الاستلام الاستلام يفرق كتير خطرة جدا الكرة لكن الكرة في الأخير لسه عند اللاعبة ملك معاها الكرة على طول ملك حمدي عايزة تعمل عرضية ولكن التدخل موجود وتحية من الجمهور الموجود طبعا في ملعب اللقاء سيفوز فريق كابتن إبراهيم ممتاز يعيد تنظيم الصفوف من أجل العودة في اللقاء صحيح العودة صعبة ولكن مفيش مستحيل الكرة تفوز لعب على طول الكورة ومعها ضربة ركنية تنفذ الكورة لكنها في الأخير خارج الملعب إلى ركلة مرمى ركلة مرمى لصالح فريق على طول إيجلز في أحداث اللقاء نرمين إسماعيل لعب على طول تاني كرة من جديد واحدة والتانية التمريرة في اتجاه تاني ميرنا هاني هي ميرنا دي عندها كل الخطورة بتتعمل جنى مبارك لكن خلي بالك منذ نزول جنى مبارك استحوذت على اعجاب الكل الموجود في ملعب اللقاء لانها مواليد 2012 صغيرة السن لكنها كبيرة المقام ما يقارب ال 12 عام عند هذه اللاعبة صاحبة الرقم 7 اللي هتلعب الكرة واللي اقرب الكرة في اللقطة الماضية لكن الكرة لصالح فريق نرمين اسماعيل الايجلز النسور في ملعب اللقاء تمرر الكرة من جد لكن تخلصها ضي محمد توصل عند ميرنا هاني ضغط على طول من يارا جابتها يارا لكن ميرنا بتحاول ضي محمد التكمله التكمله المميزه تاني بالكعب الجميل ميرنا على طول معاها الكرة هتجيب الهاتريك ولا ايه لسه كرة عند ميرنا والتصيب حلوه من ميرنا يا سلام على التألق والتسديده لكن تمر الكرة في اللقطه الماضيه خارج الملعب الى لعب على طول تاني الكرة من جديد توصل عند جينا مدافعة فريق ايجلز تمرر عند سلمى تاني من جديد لكن تجيبها ضي تلعب الكرة عند ميرنا هل ميرنا تسجل الهاتريك النهارده ولا هتقدم لها ايه؟ لكن الكرة على طول موجودة تاني من جديد توصل الكرة عند جانا مقطوعة الكرة عند جودي ضغط من جودي جابتها لا تكل ولا تمل عن التواجد رضوى على طول في محاولة لكن الضغط من هايدي هايدي ورضوى لكن على طول الكرة في الأخير خارج الملعب على طول ركلة تماس ركلة تماس على طول توصل الكرة في اتجاه على طول اللاعبة ملك حمدي حاول على طول ملك حمدي في الكوره لكن موجوده بقى تضغط في الكوره في اللقطه الماضيه ويجيبوها ويخلصوها ضي محمد هي التصويبه حلوه والله من ضي لكن برافو الف برافو لجينا اللي رجعت في اخر لحظه ومنعت الكوره تاني على طول الكوره عند لاعيبه طيف بتحاول تقف ولكن في تدخل وبالتالي ضربه حره ميرنا حمدي على طول والتدخل في اللقطه الماضيه على طيف سلامات لميرنا او سلامات لطيف عفوا في اللقطه الماضيه للاصابه لعب على طول الكرة من جديد ومعها ضربة حرة
لصالح لاعبات فريق الايجنز النسور نرمين اسماعيل، وكرة على طول هنا عند اللاعبة طيف. طيف عملت واحدة في اللقاء الأول جت في العارضة، هل المرة دي تسجلها ولا العارضة تكون واقفة في حزب المعارضة النهاردة في هذه الكرة؟ هنا على طول الكرة معاها ضربة حرة على التبديل طيف. يا ترى يا هل ترى هتقدم لنا ايه طيف في احداث اللقاء؟ تصويبه من طيف لكن الدفاع موجود، لسه الكره على طول تاني من جديد عند اللاعبه رقم 4 يارا اللي بتحاول على كورتها يارا، ولكن الكره في الاخير خارج الملعب، معاها اشاره من حكم اللقاء بوجود ركله تمس. ركله تمس على طول توصل الكره ضي محمد، تعدي وتفوت ضي، لسه الكره على طول عند ضي، انطلاق على طول كان يا سلام على المهاره وصلت عند جانا مبارك تعمل التمريره هي على طول خطيره. ولكن مين بقى اللي ضيع الفرصه؟ ده والله في اللقطه الماضيه اللاعبه ملك حمدي ريني لسه موجود على دكه البدلاء، والله ملك حمدي هي اللي ضيع الفرصه الماضيه، لكن شوف التواجد، تواجد مميز، ولكن الانهاء لم يكن بنفس القدر، وبالتالي الكره حتى الان مشاهدينا تضيع فرصه الهدف الرابع. لعب على طول الكوره نزلت، والله ملك حماده في احداث اللقاء بدل مريم بدل ميرنا في احداث المباراه. كل الترحيب والتقدير طبعا لكل الساده الافاضل الموجودين في ملعب اللقاء ومن يتابع ويشاهد هذه المباراه بطوله ار تي اس مشاهدينا متابعينا هنا في مدينه الجونه والمدينه الجميله وطبعا الجذابه ساحره دائما وابدا في اجواءها وساحره في مجرياتها دائما وابدا جزيره الاحلام فيها احلى واجمل كلام، والكره في الاخير تضيع الفرصه على فريق طبعا ايجلز في اللقطه الماضيه. اطلاق على طول ثانيه واحده والثانيه لكن على طول موجوده ومعها الضغط واشاره من حكم اللقاء كابتن احمد الحداد بوجوده خلفه لصالح فريق ايجلز. على طول تاني كرة معاها ركلة تماس تنفذ لكن توصل الكرة عند جانا مبارك. شوف المهارات يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على احلى كلام. شوف الكرة تاني اتلعبت ولكن على طول الكرة توصل عند ملك حمدي بتحاول والضغط موجود توصل عند جانا، هي بتحب اللعيبة دي، هي بتحب جانا كرة القدم مميزة ومتألقة جانا مبارك احد اللاعبات اللي نزلوا في احداث المباراة قدموا لنا متعة كبيرة. شوية لعب على طول الكورة ومعها ضربة حرة لصالح اللاعبة على طول يارا تمرر كورتها يارا توصل عند طيف، محاولة من طيف على طول التواجد التمريرة توصل الكورة عند ملك حمد تمرر كورتها عند ضي، هي بتاع ضي هي التنظيمة لكن الدفاع موجود، الدفاع موجود جينا خطرة جدا الكورة ملك حمد لسه الكورة عند ضي. يا خبر أبيض مش ممكن فرصة بروحين في اللقطة الماضية، الأولى ضيعتها ملك حمادة والثانية جت على طول اللاعبة ضي محمد والاثنين يضيعوا فرصة الهدف الرابع اللي كان يقدر فيها الفريق يسجل هدفه الرابع في هذه المباراة. ثلاث أهداف لفريق الغردقة في فاسوق الأكاديمي يتفوقون في هذه المباراة بنتيجة الثلاثة عزيزي المتابع والمشاهد في كل مكان. هنا الكرة ثانية من جديد، الإنجلز يحاولون يبحثون عن هدف تقليص الفارق وربما هدف شرفي في هذه المباراة. كرة على طول لكنها خارج الملعب. ملك 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 أسرع إلى ركلة تماس. تتلعب الكرة على طول طويلة وعالية لكنها أقرب على طول لجانا مبارك معها الكرة، جانا تمرر الكرة الملك حمدي خطرة جدا الكرة لكنها توصل عند طيف الانطلاقة معها على طول ثاني هايدي. يا سلام على المهارة من طيف هتلحق طيف ولا إيه؟ لكن الكرة في الأخير خارج الملعب، خارج الملعب ومعها ركلة تماس. ركلة تماس لصالح فريق الغردقة في أحداث اللقاء توصل الكرة عند ملك تلعب الكرة لضي محمد ولكنها خارج الملعب تماما ومعها ضربة مرمى. بنقترب مشاهدينا متابعينا من الشوط الثاني اللي حتى الآن النتيجة تشير إلى التقدم بنتيجة 3-0 لصالح فريق الغردقة. يارا على طول تلعب كرة طويلة وعالية في محاولة من رضوى تامر لكن توصل عند هايدي، محاولة من هايدي لكن شابوه شابوه على طول للتألق والتاكلينج المميز من اللاعبة المتألقة اللي ظهرت النهاردة بمستوى مميز ضي محمد. هايدي على طول بتتحدث مع زميلتها في ملعب اللقاء
بضرورة المساندة الهجومية في اللقطة الماضية. بدأت تزهين معها سلمى على طول، ولكن الكرة معها ضربة ركنية على التنفيذ. سلمى تلعب الكرة ازاي؟ سلمى هل هتلعبها عرضية؟ هل تعمل تمريرة؟ هل تكون كرة عرضية عالية تبحث عن أي رأسية من أجل إسكانها في شباك حارسة المرمى كيرو طبعا الموجودة النهاردة كيرمينا. ضربة ركنية سلمى على التنفيذ. في انتظار لعب الكرة، لعبت الكرة على طول من سلمى لكن موجودة على طول ميرنا حمدي. واحدة ركنية حمادة معاه الكرة، يا سلام على المرمى، عايز يتعدي وتفوت. انطلاقة على طول تاني ولكن إشارة من حكم اللقاء بوجود مخالفة لصالح لاعبة الفريق ايجلز في احداث اللقاء. نرمين اسمع لعب على طول الكورة ومعه اشارة من حكم اللقاء بتنفيذ اللعب. توصل تاني كرة من جديد عند ضي محمد، معاه الكرة ضي عايزة تعدي وتفوت. شوف الانطلاقة واحدة والتانية لكن جابتها وخلصتها هايدي على طول، ولكن التدخل المميز في اللقطة الماضية تجيبها تاني هايدي معاه الكرة عايزة تعدي، لكن بقى التواجد الدفاعي في اللقطة الماضية يبعدوا الكرة. رضوى تامر على طول خارج الملعب والكرة معاها ركلة تماس لصالح فريق ايجلز فريق نرمين اسماعيل على التنفيذ. على طول طيف، طيف على طول تلعب الكرة طويلة وعالية لكن على طول موجود الدفاع. ضي محمد المدافعة المتميزة بكل أمانة متألقة في أداء. شوف ضي معاه الكرة تعمل التمرير لكن الدفاع موجود. جينا ترد على طول وتصد الكرة في اللقطة الماضية توصل الكرة على طيف. هي طيف على طول معاه الكرة المتألقة تعدل علي منها ولكن على طول بقى في اللقطة الماضية أو وقفلها بقى في اللقطة الماضية منعت الكرة. توصل الكرة عند مالك ولكن الكرة في الأخير بتضيع معاها الفرصة. راح على طول الكورة ملك حمادة. لوكا على طول في اللقطة القادمة. شوف هتعمل ايه بقى لوكا العرضية من ضربة ركنية على التنفيذ. ملك حمادة ملك على طول على التنفيذ تلعب الكرة ملك. واحدة والتانية خطرة جدا للكورة لكن جينا تجيبها وتخلصها ولكن معاها ضربة حرة لصالح جينا في اللقطة الماضية. عجبني جدا أداء جينا لاعبة فريق ايجلز واللي عندها روح كبيرة جدا في التدخلات وعندها يعني مباريات مميزة بكل أمانة فيما يخص الجانب الدفاعي. كرة على طول عند اللاعبة يارا. يارا على طول تلعب كرتها طويلة وعالية يارا. التدخل على طول موجود من ميرنا حمدي في اللقطة الماضية والصافرة تنتهي اللقاء. مشاهدينا متابعينا في كل مكان اليوم مبروك لفريق الغردقة الفوز بنتيجة 3-0 على فريق طبعا نرمين اسماعيل ايجلز في احداث المباراة. هارد لك فريق ايجلز، مليون مبروك لفريق الغردقة واجمل هدف البطولة هذه اللقطة اللي بنتابعها. فريق الغردقة يتوجه بالكامل من اجل يعني طبعا مصاحبة فريق ايجلز من اجل طبعا اعطاء عنوان للروح الرياضية الجميلة من اجل طبعا تهدئة الأمور. وإن يقول لك بقى إن كرة القدم طبعا الفائز بيقول للخاسر هارد لك وطبعا الخاسر يقول للفائز مليون مبروك. مليون مبروك لفريق الغردقة في واحدة من أجمل اللقطات.